بلاقي فيه. اهلا بكم في بيروت اليوم، ضيفي عضو كتله او تكتل التغيير والاصلاح النائب ألاعون. اهلا فيك استاذ ألاعون. اهلا فيك. بدايه وقفه مع ابرز ملفات بيروت اليوم. جبهة النصرة اتهمت التيار الوطني الحر بأنه حرم عددا من الأسرى المسيحيين من العودة، فكيف يرد التيار وأين يقف من ملف الأسرى العسكريين؟ ما الذي يرضي ويقنع العماد عون للانتقال إلى مرحلة التفاوض في الشأن الرئاسي على غير اسمه؟ ساعات النايب، قطع طرقات اليوم في كل لبنان على خلفية ذبح جندي لبناني آخر، لوين نحن رايحين برأيك إذا استمر فشل الحكومة بالمساعي اللي رح نحكي عنها بعد شوي؟ بس هيك المشهد العام اليوم، قطع طرقات بالبقاع بالشمال ببيروت بجبل لبنان، الأهالي على الطرقات غاضبين وحقهم، لأنه مش بس في يمكن الحكومة ما قدرت، خلينا نقول عجز، أو يمكن عم تسعى، في غموض، في غموض بملف المخطوفين العسكريين. أكيد اليوم طبيعي أنه الحد الأدنى اللي فيك تتوقعي يحصل ردة فعل من هالنوع، وإن شاء الله الموضوع بيضل بإطار يعني مضبوط، والعالم تلتزم ضبط النفس، مثل ما كل حال عائلة الشهداء عم بيطالبوا، هن يعني اللي هن المعنيين مباشرة بالجريمة وبالمأساة اللي حلت بأولادهم. لأنه اليوم أكيد أحد يعني أهداف هؤلاء الإرهابيين يعني ياخذوا البلد إلى فتنة معينة من خلال هالمسلسل الإجرامي اللي عم عايشونه إياه، بطريقة عم يفتعلوا فيها أيضا الصدمة النفسية، من خلال الهمجية اللي عم يفرجوها، من خلال الطريقة اللي عم يتعاملوا فيها مع يعني هل شهدائنا والرهائن يلي اليوم بين ايديهم. ولهالسبب نحن بدنا نضل قدر الامكان مسيطرين على حالنا حتى ما ننجر الى اللعبه اللي يعني اللي هن بدهم، الاهداف اللي هن بدهم يخطون عليها، ولا سيما انه يخربوا البلد من جراء اللي عم يعملوه. هلا بذات الوقت اكيد بدنا نستمر بما مطلوب وما هو مطلوب حتى نحدد من هالمأساة، ونجرب ننهي يعني ازمه المخطوفين بأقل أضرار ممكنة وأقل شهداء ممكن. هل الحكومة عم تتعاطى صح بهالملف برأيك؟ خليني أقول إنه الوضع منه مريح. بمجرد ما في رهائن وضعنا منه مريح، يعني أكيد اليوم في ناس قاعدة عم تبتز دولة وحكومة وشعب من خلال يعني وضع حياة أبناء هذا الشعب اللي هن العسكريين أبنائنا بين إيديهم، رهينة بين إيديهم. شيء طبيعي إنه نحن اليوم أمام مأزق، مشكلة إن أعطيتي هؤلاء الإرهابيين كل ما يريدون، ومشكلة ما عطيتيهم. لهالسبب الموضوع دقيق، بده معالجة. أي مقاربة بتعملها الحكومة أو المسؤولين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أولوية يعني أكيد إنقاذ حياة المخطوفين، لأنه هيدي أولوية الأولويات على كل الأولويات لو مهما كان الثمن برأيك. يعني لما بيحكوا عن مقايضة بين الأسرى العسكريين وبعض سجناء سجن رومي، ما بدي أعلق، ليش عم بقلك، بدي أقول عم بقول إنه الأولوية يجب أن تكون هالشيء، لأنه هيدي الأغلى بكل اللي عم بيصير اليوم. أغلى شيء هو حياتها العسكريين، ما في شيء أغلى منهم بكل القصة. حتى مبادئنا وكله هيدا عظيم، وكله هيدا مهم، وهيبة الدولة والبدكية، ولكن ما في شيء أغلى من العسكريين المخطوفين. يعني إذا ما نحط بالميزان على المستوى الشخصي أكيد هيدا أغلى ما هو موجود، ويجب أن يأخذ الأولوية. بس بذات الوقت نحن اليوم بدنا نشوف كيف بأي طريقة بدنا نحاول نحدد الخسائر من خلال طبعا يعني أنه ننقذ حياة المخطوفين، وبذات الوقت كمان ما نوقع بلعبة ماكرة. يعني اليوم الإرهابيين، وهون بدنا الصبر، بدنا الكل يتفهموا انه عمليا الارهابيين فيهم يكونوا عم يخدعوا الكل، مش بس انه بياخذوا اشياء بالمقابل، موسيقى لهيبه الدوله ولا ولكن ايضا يمكن نطلع من الملتين خسرانين، ما حدا بيعرف شو بعد بيعملوا بالعسكريين. فاذا الموضوع دقيق، بده معالجه، بده قنوات اتصال، بده يعني
طريقة معالجة دقيقة لسبب بدنا نخرجه شوي من موضوع المزايدات وموضوع لأنه حساس كتير عملياً. هو بالضبط لأنه حساس، يعني الأهالي كمان عم بيحملوا الحكومة مسؤولية إنه صار إلى فترة هالقضية. طبعا أطلق سراح البعض، ما نعرف كيف، ما نعرف إذا الوسطات هي أدت إلى أطلاق سراح بعض العسكريين أو لا. والبعض بيقول يعني يمكن لا تجوز المقارنة، ولكن البعض قارن بين مخطوفي أعزاز والأسرى من العسكريين، بيقولوا أنه المخطوفي أعزاز أطلق سراحهم جميعهم لأنه يمكن المفاوضات كانت جدية أكثر، لأنه الدول اللي فاتت على الخط كانت جدية أكثر بهالملف. شو رأي حضرتك؟ أكيد بمخطوفي أعزاز الجهات اللي كانت خاطفة كان عندها استعداد على التفاوض، منا نفس الجهات؟ ما بعرف إذا زيت الجهات على الأكيد، وكان لها أيضا قنوات مع بعض الدول وفتنا بمرحلة التفاوض، أخذت كتير وقت ولكن وصلت إلى اللي وصلت له من نتيجة. اليوم أنا ما لا أملك كل المعطيات اللي بيملكها الحكومة، وتحديدا رئيس الحكومة بالذات يلي هو أكتر شخص يمكن اليوم عم يتابع هالموضوع بالمباشر، وهو معتمد عملية تكتم شوي حول لحماية عملية المفاوضات اللي عم بتصير. حسب ما فهمت انه رح يكون له كلمه اليوم الساعه 8 بهالخصوص، فاذا خلينا كمان ننتظر لانه هو الشخص اكثر واحد مؤهل انه يحكي بالقصه. انا ما املك كل المعطيات اللي عنده اياها، املك بعض المعطيات ولكن مش كل المعطيات. لسبب خليني اقول انه لاجي اعمل يعني من هلا حكم على الحكومه اذا قامت بكل واجباتها او لا، بكير انا اقدر هلا بالمعطيات اللي املكها يعني اقول هالشيء. أنا اللي بدي أقوله بس إنه عملية المفاوضات أو عملية يعني أكيد عم يحصل نوع من التواصل ولو غير مباشر مع الخاطفين، ونحن عمليا ولأن ما بدنا نتفاوض معهم أكيد مباشرة، وهذا قرار اتخذته الحكومة وهي محقة فيه. بذات الوقت أنت بتشوفي بهي عمليات، في أوقات بعمليات الوقت بتوقع أنت بخسائر أو برهائن، بصير في وسطاء هن بيدخلوا الى عمليه. يعني بالزمانات حصل هالشيء بين اسرائيل وحزب الله مثلا، يعني ولو هن بحاله عداوه ولو ليسوا بحاله ابدا حكي او حوار. هي الاداره الامريكيه تفاوضت مع طالبان لتطلع يعني عمليا بمكان ما، اكيد يعني ما حدا مسكر الباب على يعني عمليه تيار وطني حر مع التفاوض مع داعش، مش مع التفاوض، مش عادي عم بقول، لا احنا مش لا عم بسألك، احنا مع حل ينقذ العسكريين عظيم. اكيد بس احنا اليوم مش غلط انه يتفاوضوا مع داعش، مش عم بقول غلط او مش غلط، انا عم بسالك بتلاقيه يعني لازم البعض في كتير اطراف بلبنان انت اذا في دعيوا للتفاوض انتقدوا منهم البطرك الراعي، انا عم بسالك كعضو بتكتل التغيير والاصلاح، خليني اقول لك شغله، اولويه السلطه اليوم تحرير العسكر والمخطوفين، كل العالم بتقول هيك وعبر شتى الطرق. نحن انتبهي كله سوا بذات الوقت، هي باكج، انت بدك تحافظي على حياه العسكريين، بدك تحافظي على الدوله، ما بدك تخضع الى اراده الارهابيين، مجموعه عوامل. لا بدك الموضوع دقيق وحساس ما بينحكى فيه كالاعلام، يعني اليوم انت لا خليني اقول لك شغله، انت عم تحكي عن موضوع في حياه ناس بخطر اول شيء، في دوله على كل حال بكل هيبتها وكل مؤسساتها معرضه ايضا للانكسار، اوكي، وعندك كمان ناس ارهابيين اخرين اليوم بالسجون وموعود انها تظهر لحتى تعمل بعد يمكن بعد اكثر، يعني بذكرك انه بعض الارهابيين يعني هلا الموجودين عم بيقتلوا كانوا بالسجون وظهروا وهن هلا عم بيقتلوا، فاذا اليوم عندك مشكله معقده معقده. انا عم بقول بهيدا ليش بلشت الحديث باني اقول بجميع الاحوال نحن ما نعمل توازن بين كل هالامور عم بحكيك عنها، بس انا بالنسبه لي دائما بهذا التوازن دائما بدي غلب انه حياه العسكريين المخطوفين هي الاولويه اليوم على كل الباقي. طيب هون انا بدي فوت شوي بتفاصيل وما نعم فوت بتفاصيل المفاوضات على انه التيار الوطني الحر مع التواصل نحن جزء شوي. لا ليش ما بدي افتح حسابي، نحن جزء من لا حلك ما بقول لك تفتح، لا هلا اقول لك شغله ليش عم تميزينا، نحن جزء من الحكومه يعني عم متضمنين متضمنين من ضمن داخل الحكومه مع كل شيء عم تقوم فيه، منا نحن برات، وليش عم تجوا تصورونا وكانه نحن خارج التضامن الحكومي؟ والله سؤال حتى اقول لك سؤال بسيط يعني كل ضيف نساله عن راي كتلته حتى تكون واضح، نحن اليوم جزء من التضامن الحكومي، عم نتناقش مع الحكومه ومن خلالها ضمن المعطيات اللي عم تتوفر لنا، لانه هيدا قرار او موقف انت متحرك وفقا للمعطيات اللي عندك اياها، وعلى اساسها نحن مش عم نجي نخرج عن اطار يعني ما هو مطلوب ان تقوم فيه الحكومه، ونحن ملتزمين بقراراتها. بواحد من البيانات لانه في كثير بيانات في كثير جهات بتحمل اسم داعش او فريق من داعش،
اتهمت أو النصرة أيضا اتهمت النصرة التيار الوطني الحر بأنه حرم بأفعاله الأخيرة عددا من أبناء المسيحيين بأن يعودوا من الأسر، وبيطالبوا أنه الزموا الحياد بيننا وبين عملية توظيف سياسي ما له علاقة مع بالواقع. شو يعني هذه محاولات؟ لأنه لما صار في إحراق الأعلام يلي هي كانت أحرقت قبل فترة، ولكن لما طلعت بالأعلام قالوا كنا بدنا نطلق سراح مسيحيين، عمل لك هذه عملية، هل شعرتوا بالذنب؟ هلا أنت صدقتيهم؟ انه اي ما في انسان، انا في كثير اشياء ما بصدقها بس للاسف متحكمه فيه في يعني. في 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 ما في انسان عاقل بيصدق انه هذا الشيء مرتبط بعمليه بعض الشبان يلي حرقوا علم الاشرفيه. ما حد وقع تصدق انه كانوا ناويين يفلتون وما فلتون. ليش ما فلتون قبل الحادثه؟ ليش ما هيدا عمليه استغلال. على كل حال يعني بعتقد يعني الكل صاروا عم يشهدوا انه يعني داعش واخواتها واولاد خالتها، لانه كلهم من زيت الفاميليا، عم بيعملوا نوع من مانيبيولاسيون نفسية للناس، يعني عملية تلاعب بنفسية الناس وغيره من خلال الصدمات النفسية اللي بيعملوها والترويع اللي بيعملوه، من خلال طريقة القتل اللي بيقتلوا فيها، من طريقة عملية استعمال بيانات وغيره بقلبه، يعني عم بيحاولوا عمليا يستغلوا كل شيء من اجل اللعب على كل الاوتار. وهيدي واحد من هيدي الاوتار السياسيه اللي عم يلعبوا عليها. يعني ما حسيته انه فعلا مش معنيين بالموضوع هلا اليوم، مش لانه بعض الشبان عفويا حرقوا علم. لا لا، هو لانه نائب ابراهيم كان عم توكل عنهم، يمكن الشباب مش تيار وطني حر، ما بعرف هيدا توكل عن اشخاص اكيد بده يتوكل عنهم، لانه رده الفعل اللي صارت عليهم غير منطقيه. انه اليوم مين انت من بتجي الوزير اشرف ريفي؟ طبعا يعني ما كانت منطقيه وما كانت موفقه. ليه؟ فينا ليه؟ نقول عنها مش هو قال هيك ليلجم الشارع، لانه الشارع من شمال الى كل الدنيا غضبان يعني. عظيم هيدا هودي صار في حرق صلبات، بيقولوا ما لازم تصير وما لازم تتكرر واللي بدك اياه، بس مش عمليه ترفع دعوى على عمليه لها علاقه بموقف سياسي. اذا حدا اجى قرب على الدين وحدا دق مس بشعاراته، يعني اليوم عم نخلط الاشياء ببعضها. بعدين كل اليوم المسؤول بده يزين كمان عمليه الموضوع. نحن يمكن مين قال لك اول رده فعل؟ نحن عند اختار من الناس انه مش ضروري نعمل هالاشياء، مش وقت. ما حدا مش وقتها ومش ضروري نعملها. ولكن هي بتتعالج بهالطريقه، ما بتتعالج بطريقه ترفع دعوى على ناس ما لهم علاقه بالموضوع. يعني حتى هذا موقف اعلامي ليلجم الشارع مثل ما قلنا، يعني صار في كمان ردات فعل بالجهات المقابله غير مرحبه. كيف ما كانت خلفياتها او تبريراتها على كل حال ما كانت موفقه، بس مش هذا اللي بدي اقوله. اللي بدي اقوله انه نرجع للحديث، مش مشكلتنا مع الوزير ريفي، مشكلتنا معه اللي عملوا هالبيان. عم بقول لك هذا البيان ما له طعمه، ما له علاقه بالموضوع. طيب عم تحكي انه هدول اولويه، يعني المخطوفين اولويه ولازم كل الطرق، وما رح تحكي بالتفاصيل، ولكن كمان في غبن يطال المساجين بروميه، وانتم جزء من هالحكومات لكم فتره. نعم. يعني من غيرتكم على العسكر ليش؟ نعم. ما تحرك هالملف، ما تقول لي هو مش عنا. بلا كان وزير، يعني كان في وزراء بالحكومه السابقه واليوم في وزراء بيقدروا يحركوا. يعني اخذ كثير تدابير. انا بعرف انه في مشكله القضاء سابق لها القصه، وكنا نعرف انه بعده محطات كلنا رفعنا الصوت بعمليه الاسراع في المحاكمات. وانه وانا بتذكر كنت شاركت بكثير لجان نيابيه، كنا عم نحكي بموضوع السجون والتاخير واكتظاظ السجون، واكثريه المسجونين هن اللي بعد ما تحك ما انحكموا بعد بسبب تاخير المحاكمات. وفي منهم اوريدي قضوا فتره محكوميتهم. اذا يمكن انا مش عم نحكي عن ارهابيين، عم نحكي عن ناس عاديين اوقات بفوتوا بامور مش هالقد، يعني يمكن عقوباتها كبيره، ولكن بسبب تاخير القضاء بكونوا قاعدين، بصير لهم مع الدوله قاعدين اكثر. فاذا اللي بدي اقوله انه عمليا هي مشكله مزمنه، منا مشكله اليوم، وتاخذ تدابير على مستوى مجلس القضاء الاعلى. انا بعده محطات بحكي فيها مع الرؤساء الاول، واعرف انه عم يتاخذ تدابير. هلا بعتقد انه تحسن شوي الوضع، ولكن بعض التاخير الباك لوج كبير لدرجه انه ما كفى بعد حتى لاختصار يعني كل المهل، وبده بعد معالجه جذريه اكثر. وبعتقد تاخذ تدابير من اجل تحفيز القضاة، من اجل الانهاء. شو اللي عم ياخرهم؟ شو الاسباب اللي عم تاخر هالشيء؟ انا هلا يعني ما عندي ما في التفاصيل، ما في فوت بكل ملف وملف وليش القاضي عم يتاخر او لا. هون مسؤوليه المجلس القضاء الاعلى بيقول انا باين بعد عندي مشاكل بدي اعالجها حتى اسرع اكثر. ليش هالملفات بعدها طويله؟ ليش عم تاخذ المحاكمات اوقات هالقد؟ لازم نختصر منها هالقد ما فينا. بعدين تاخذ كثير قرارات قبل من اجل تحفيز القضاة للاسراع في عمليه بت الملفات القضائيه. هلا اذا اليوم قضيه مثل هي بتتطلب، لانه في كمان صار موضوع انساني مرتبط فيها، انه ينعمل تسريع بالمحاكمات، فليكن هذا هيدي جزء من الحلول اللي عم نحكي فيها، اللي كمان بعتقد الحكومه عم تتناقش فيها. اليوم في مطالبات
بأنه المسلحين بدهم الإفراج عن رموز تابعة لداعش والنصرة بسجن رومية، منهم عماد جمعة، جمال دفتردار، نعيم عباس، جمان حميد، أبو حسن. إذا وصلنا لمحل أنه تهديد بقتل أو ذبح كل العسكريين مقابل الإفراج عن هؤلاء، أنت كنايب ما رح أسألك موقف الكتلة مع الإفراج عنهم مقابل حياة العسكريين المخطوفين أو لا؟ أنا ردة فعلي أول شيء الإنسانية رح أقول إنه أول شيء أكيد بقول أغلى شيء عندي حياة العسكريين، ما في شيء مقابلة بيتساوى يعني. بس بدي أقول يعني بدي أشوف الظروف كيف مطروحة لهذا الموضوع وبأي طريقة. اليوم أنا ماني محل الحكومة حتى أقول إنه يعني اليوم أنت بس تخلص هالقصة بدك تعمل تقدير. وقت واحد بياخد قرار بيعمل تقدير، أنا هالثمن اللي بدي أدفعه اللي هو الثمن يعني المناسب لحل هالمشكلة، انا عم برجع اقول لك بدك تكون تملكي كل المعطيات لتاخذ القرار النهائي. انا ما عندي اياها كلها حاليا، والحكومه يمكن حتى هذه اللحظه مش مستجمع كل المعطيات الكافيه حتى تاخذ قرار نهائي بهالموضوع. وانا مني بعد اكيد انه فعلا في عرض واضح ونهائي حتى على اساسه نقول يا ايه يا لا بيطلعوا كل العسكريين. مني اكيد انه وصلت بعد لهالنضوج عمليه الطروحات فيما يخص التفاوض فيما يخص تحرير العسكريين. الزميل عماد مرمل بيكتب بالسفير انه العماد عون اليوم منشغل بالهاجس الأمني يلي عم يعطيه أولوية على الاستحقاق الرئاسي، هل صحيح هيدا الكلام؟ وهل تخشون من فتنة سنية شيعية أكثر عم تتقدم لأنه في تلاعب من قبل داعش ومسيلاتها يعني، ويمكن اللعبة الإعلامية عم تخدمهم أكثر؟ يعني بين أنه بيسجلوا بيصوروا للعسكريين طالبوا بانسحاب حزب الله، بيقتلوا يعني عفوا على التعبير يذبحون جندي سني وآخر شيعي، عم بيحرضوا عم بيحرضوا في عالم غربي بتوقع ضحية. قلت لك إياها قبل وقت جبتلي سيرة البيان عن التيار، في عملية تلاعب بخلوا العسكري تعرف أنه يحكوا عن حزب الله، يعني في عملية مانيبيولاسيون كبيرة عم تعملها هالمجموعات من أجل الدفع باتجاه متعلق الناس ببعضها. هذا أحد أهدافها، والسبب نحن ردات الفعل طبعاً يجب أن تكون بالعكس مزيد من الاستيعاب ومزيد من الضبط النفس ومزيد من الوعي، أنه ما ننجر إلى الفتنة حتى ما نكون حققنا لهم هدف إضافي بالإضافة إلى الأهداف اللي حققوها من خلال يعني ذبح أولادنا العسكريين أو أيضاً يعني قتل أولادنا العسكريين الشهداء اللي سقطوا بالمعركة أول معركة طبعًا. اللي صارت طبعا لأنه كمان هودي ما ننسيه لأنه كمان الضباط والعسكر والأفراد يلي سقطوا خلال المعركة الأولى من خلال هجوم داعش عليهم. فإذا اليوم نحن بهذا الوضع بالذات بدنا ننتبه أنه إيه عمليا في داعش عم تحاول تلعب هاللعبة ونحن ما نجرب نتبه لها. يعني فعلا تقدم الأمن أو الهاجس الأمني عند العماد؟ هلأ الأمن فارض حاله كأولوية على الأجندة عند العماد عون وعن كل العالم حتى هلا انتخابات الرئاسي ما فينا نحطها بزيت هيدا استحقاق لخلينا نقول انه داهم وضاغط كل الاوقات، ولكن اجى اليوم طرق اكيد مش لا ليك على جدول اعمال الحكومه مش هلا الموضوع الاولويه الامن شيء طبيعي. ما فيها الحكومه تحط على جدول اعمال الانتخابات الرئاسي؟ لا قصدي اقول على الملفات الاخرى ما تغى اخذ اولويه لانه هو موضوع الساعه اليوم. انت عم تواجه موضوع اساسي يمكن اذا بصير انتخاب المخطوفين بصير في ازمه هلا هيدي ازمه الرئيس مش حتحل مشكله المخطوفين العسكر يعني بصير عشان. في ما نخلط الامور ببعض ما خلطت قلت بصير في هيبه اكثر تبطل الساحه السايبه باماكن معينه خلينا في قرار رئاسي يمكن بعض الملفات عايزه ما بدي لا خفف من اهميه الرئيس ولا حمله اكثر يعني. اليوم مشكله الرئاسه اوكي مشكله اكيد واقعه علينا ويجب ان نعالجها، ولكن الرئاسه لحالها كشخص ما بتكفي لحالها، هو السيستم كله بده يكون ماشي صح. حتى تقدر تحمي لبنان وتخفف المشاكل بس والمخاطر. قطع راس الجمهوريه مثل ما قال دكتور جعجع امبارح ومحمل كل المسؤوليه. لا لم يقطع راس الجمهوريه ابدا، بالعكس في عمليه يعني تحسين يعني عم نحاول من خلال عمليه اللي عم بيصير هلا. انت في مسار معين في انتخاب الرؤساء عم نحاول نغيره، عم نيجي نقول اليوم انت الطريقه اللي ماشي فيها الحلقه اللي ماشيه منذ الطائف لحديت هلا في انتخاب رئيس الجمهوريه ما نغيرها. بدنا نيجي نحط اليوم اليات جديده او معايير جديده على اساسها بصير في انتخاب رئيس لمنع تحديدا موضوع الشغور، لانه نحن بواقع اليوم الواقع الالي الموجود الحاليه والتوافق المطلوب والتوازنات الموجوده بالبلد واللي رح تضل موجوده دائما حتخلينا دائما معرضين للشغور بكل استحقاق. نحن عم نيجي نقول اليوم هل المسيحيين هل هن جزء من عمليه هذا الاستحقاق بشكل أساسي ولا لا؟ هل يعود لهم هذا الموقع
على صعيد التوزيع الطائفي ولا لا. ما انا بدنا اجب على الموضوع اذا هالشيء مزبوط. بس ليه اليوم فقتوا تغيروا؟ ليه اليوم فقتوا تغيروا؟ يعني دكتور جعجع بيسال امبارح لو كان هيدا الشيء جدي وفعلا اللي بدكم اياه، ليش ما طرحتوه قبل ما يصير في شهور بموقع الرئاسي وبينشغل عليه بشكل يعني على رواق؟ يعني انتم هو بيقول دكتور جعجع لما تعذر وصول المرشح اللي لم يعلن عنه هلول عماد عون لجأتوا لهذه الطريقه. اليوم ما هو متعذر ليس وصول عماد عون، ما هو متعذر اليوم هو وصول اي مرشح ذات حيثيه مسيحيه. بلا من هو لو تنزل له يمكن يطلع عماد عون، يمكن يطلع دكتور جعجع، يمكن يطلع مين قال لك حلو. مين قال لك انه اصلا رح يصير في اليوم ما في امكانيه لانتخاب احد المسيحيين اللي عندهم؟ انتم اللي عندهم اسمعي شوي، لازم ضمن فيتوات متبادله، مش مسموح، مش مسموح، ما بيسمح لك النظام الحالي. النظام الحالي اللي فيه، ليش دكتور جعجع بيقدر ينزل؟ لحظه، ليش بيقدر دكتور جعجع يوصل اليوم من خلال انتخابات؟ طب في فريق ثاني ما بده اياه بالبلد بيقدر يوقفه، بيصوت للفريق، لا بيقدر يوقفه، بيقدر يمنع انتخابه وزيت الشيء هالمين. بس هو رضيان انه يسقط بالانتخابات. انت اليوم عمليا عم بحطوك بواقع بالوضع الحالي انه هالاراده المسيحيه ما عم تقدر توصل بطريقه او باخرى. مطلوب منك دائما انه هي بتكنسل بعضها او بنحط عليها فيتوات وبنجي بننتخب رئيس من خارج الاصطفافات. انا عم بجي اطرح سؤال اساسي، هل يا ترى رئيس الجمهوريه يجب ان يكون له صفه تمثيليه او لا؟ طيب البعض بيقول لك ايه، البعض بيقول لك مش ضروري. انا عم بجي اقول شغله، اذا هالرئيس الجمهوريه انتم معتبرينه فوق الاصطفافات، اي هو رئيس للجميع مثل ما مكتوب بالرأس الدولي وفوق المؤسسات وفوق كل الكتل النيابيه ان كانت اسلاميه مسلمه او المسيحيه او غيره، هو فوق الكل، عظيم، بدكم تنتخبوه هيك من دون صفه تمثيليه معينه لطائفه، على الاقل اعطوه بالصلاحيات يلي مطلوب لهالدور. بس انتم اليوم عمليا لا بتجيبوه مع صلاحيات ولا بتجيبوه مع صفه تمثيليه. طيب وقتها ما بتكون تعطوه صلاحيات، طيب اعطوه الصفه التمثيليه ليكون عنده وزن نيابي ووزاري وغيره، ليكون عنده توازن بهذا لعبه السلطه السلطات الموجوده. كمان ما بيسمحوا فيه هيدا اليوم التفسير. عمليه انتخاب الرئيس، طريقه انتخابه، هاي المعركه اليوم عم تصحح قدره المسيحيين في التاثير في هذا الاستحقاق. هلا بيستفيد منا العماد عون، بيستفيد منا الدكتور جعجع، بيستفيد منا رئيس امين جمعيه، بيستفيد منا وزير الخارجيه، بيستفيد منا اي شخص اخر. مش موجوده عمليا، يعني انت عم تقول يعطوا صلاحيات يعملوا، ما هي الاولويه انتخاب رئيس، ينزلوا على المجلس، يمكن ينجح العماد عون، يمكن يسقط، يمكن دكتور جعجع يسقط، يمكن يطلع النائب أنري حلو، بس عم بتحطوا شروط قبل ما تتوجهوا على المجلس. يعني مش عم نحط شروط، نحن عم نفسر استحقاق، نحن ايه في تفاهمات وطنيه بدها تصير اليوم، يا في ميثاق وطني، في موضوع متفقين عليه نحن كمكونات السي بنشكل هالبلد، يا اما ما في. انا اليوم طيب كيف بدي اغير انتخاب طالما في كتل ثاني ما عم تمنعني؟ عم تمنعني هالشيء، عم تكلي حقي بتمثيلي كمسيحيين ضمن النظام السياسي من خلال قوانين انتخاب تنسف المناصفه. طيب اما انا اتحسب علي على المستوى الميثاقي، هي في لها حساب، هي إلى حساب، بدهم يعرفوا انه ما فينا نكمل عيش مشترك بهالطريقه من دون اواعي. لا من دون اواعي عبارات قديش التمثيل عم يكون. كلمه نحن اليوم يا عايشين بهالبلد من ضمن اواعد، انت وقت بتجي بتتجوزي حدا ان شاء الله بنفرح منك بأقرب او اقرب مناسبه، بتكون في حد ادنى من التفاهمات انت وياه حتى تعيشوا بضمن سقف واحد، بتكون متفاهمين على بعض الامور. ما فيكم تفوتوا عايشين وكل واحد حاشاعر، انت ما بتكملي حياتك معه اذا حاسه انه اكلك حقك او عندك مشكله هون او فاذا انت اليوم بدهم يفهموا انه في ازمه وطنيه ميثاقيه اليوم عم بيعيشوها المسيحيين منذ التسعين لحديت هلا. فتنا بعمليه اعاده تصحيح لهذا الموضوع منذ 2005، عمليه شو الشراكه اعاده، لا هي لحظة. هي اذا لنقول لحط فرضيه، اذا حاكم مصرف لبنان انتخب رئيس جمهوريه بيكون انه ما قادر يدير البلد وما في لا بالأشخاص، يعني او العماد عون او ما بيمشي على المستوى الشخصي، كلهم مؤهلين، مش عم نحكي عن هالموضوع، كل العالم مش عم نحكي، كل تترشح واللي بيفوز بيكون عمل اكثر، مش موضوع اشخاص، اسمحي لي، يمكن يطلع حاكم مصرف لبنان، يمكن يطلع حدا ثاني، مش هذا الموضوع. بعطي اكزامبل، بعطي مثل، مش موضوع اشخاص، في موضوع اليوم كيف بدكم نحدد عملية وزن تأثير المسيحيين في انتخاب رئيس جمهورية. فسري لي، يمكن يطلع معنا انه تجي منى صليبة أرثوذكسية على الرئاسة، بس مش هذا الموضوع. تقدر تفسر انه لما بتنزلوا على مجلس النواب انتم كتلة وازنة والآخرين كتلة وازنة او كتل، يعني انتم بمحل فيكم تعرقلوا، بمحل فيكم تساهموا بإيصال رئيس، يعني هيدا هو اللي بيأثر على المسيحيين. طيب خليني اقول لك، انا بدي اوصي الرئيس يعكس إرادة المسيحيين شو ما كان اسمه. أوكي. لو قررت أنا يكون زعيم المسيحيين فليكن، قررت زعيم المسيحيين يكون حدا تاني فليكن، بس أنا بدي وصل رئيس يعكس إرادة المسيحيين، هن يقرروا شو بدهم.
أو هن يكونوا الأكثر تأثيرا في هذا الاستحقاق لسبب كل خلفيتهم، كان بالتفاوض أو كان بالتعديل الدستور عبر آلية جديدة أو كان بأي حال. يجب أن تأخذ من اعتبار أنه وقتما نجي ننقي رئيس جمهورية في كلمة للمسيحيين مفروض تكون أساسية في هذا الاستحقاق، وإن لم يكن رأيهم هو الوحيد، لأنه اليوم مثل ما المسلمين المسيحيين بيساهموا بطريقة أو أخرى بانتخاب رئيس مجلس النواب وبيساهموا بتعيين رئيس الحكومة، أيضا المسلمين يساهموا في انتخاب رئيس الجمهورية، بس نحن لا نتجاوز إرادة الطوائف تبعهم وقت اللي بيكون في عملية انتخاب. بس المشكلة إنه طائفتك منا متفقة على شخص واحد، عظيم. يعني في نص بدها شخص والنص بدها شخص، ويمكن مزبوط. فيعني أي نص بده يكسب ما بيأثر. لأحسم هذا الجدل بعمل آلية، شو بتحبوا؟ بتحبوا تعملوا انتخابات نيابية بتجي هي بتعطي صفة تمثيلية لأكثر لأحد الأفرقاء ومنسلم كلنا بنتيجتها؟ بتحبوا نعمل تغيير لآلية انتخاب الرئيس بشكل انه يتأهل الأكثر تمثيلا وبعدين تحسموا بيناتهم؟ ما بيطرح تعديل دستور بوقت في فراغ استاذ ألام بالبلد، لأنه في فراغ، ما لأنه في مشكلة بتطرح حلول. لا، ما هي المشكلة قائمة من حتى لما كان رئيس ميشيل سليمان بالحكم. إذا ما عجبكم طريقة انتخاب الرئيس، هي ما عجبتكم مش باليوم، ما عجبتكم من قبل، ما عجبني مش قصة بس هيك، ما عجبني انه اليوم وقت كيف بيتم اختيار الرئيس؟ ما عجبني. طيب ما هي يعني لما انتخب رئيس ميشيل سليمان كمان ما كان عجبني، ما كان عجبني، ليه ما طرحته فورا؟ ما عجبنا، مين قال لك انه نحن قبلنا بالهي؟ ليه ما طرحته التعديل يعني والرئيس ميشيل سليمان بسدة الرئاسة؟ طرحنا هالموضوع، وكنتك بتعرفي انه كمان مرقنا بمرحله فراغ من 2007 2008، ما رجع نعيد الزرع. ايه ليه ما طرحتوه بالوقت؟ عندنا مشكله بعمليه اختيار الرؤساء، وفتنا بسيكل طويل عريض، وصلنا الى 7 ايار والى الفتنه وكل الخبريه اللي خبروك اياها، حتى بالاخر يقطعوا لك عمليه الدوحه بالشكل اللي قطعت فيه بعد الـ بعد الـ بعد المسلسل كله اللي صار. طيب عمليا انت اليوم عم دائما عم بيكون في عمليه قيصريه لحلول وتسويات تاتي على حساب المبادئ اللي لو انحلت بوقت اليوم مش عايشينها. وانا عم بيجي اقول لك المعركة اللي عم تعمليها هلا على صعوبتها هي بتوفر عليك مشكلة بعد 6 سنين وبعد 12 سنة وبعد 18 سنة، بس هي كمان فيها مشاكل. كيف؟ يعني الخبراء بالدستور بيقولوا انه منا مزحة ينتخب من الشعب. اول شيء لبنان غير مؤهل لانه يعني بلد طائفي، بدها كثير مدن، يعني في لاقي طريقة حتى تقولي انت تلقائيا ما تصيري بحالة شغور. يعني اليوم المسلمين او القوى السياسية كلها او المسلمين كله او المسيحيين كمان يتفقوا على قاعده بشكل انه مرت الجي ما نرجع نقعد ننطر، لانه بكفي. اليوم صعبه، يعني مثل ما مبين البلد رايح، صعبه تلاقي حدا يربح ثلثين لحاله على الارجح. على كل حال اليوم مش هالحاله، وبتوقع بعد 6 سنين كمان ما يكون هالحاله. طيب مثل ما هالبلد رايح ما بتمشي، ما بيمشي الحال بهالطريقه. طيب نحن بدنا بذات الوقت، انا ماني ضد انه يكون بشكل توافقي واوسع تأييد ممكن لرئيس الجمهوريه، انتبهي. وبذات الوقت انا بس بدي اضيف عليها انه بذات الوقت ان يكون ايضا للمسيحيين الكلمه الاساسيه في اختياره، بما انه هذا الموقع يعود لهم في النظام السياسي. كل الحركه اللي عم نعملها او كل المعركه اللي عم تنخاض هلا لتصحيح هذا الشيء ليس لصالح شخص، لصالح مساهمة المسيحيين في هذا الخيار، وهذا رح يستفيدوا منه هالمرة وبعد 6 سنين وبعد 12 سنة وبعد 18 سنة وبعد 24 سنة، وما رح يكونوا زيت الأشخاص، رح يكون غير أشخاص بوقتها. طيب ولكن في واقع مسيحي لا يجب تجاوزه ويجب احترامه كل مرة. خلينا ناخذ فاصل إعلاني ونكفي بالملف الرئاسي، بعد في أسئلة كتير. فاصل إعلاني ونتابع. نتابع الحوار مع النائب ألاعون. خلينا بملف رئاسة الجمهورية، مبادرة 14 أدار. طب كمان هني عم بيكونوا لينين يقولوا أنه منقدر نسحب، وقال أوريدي دكتور جعجع من قبل ترشيح دكتور جعجع، ونتفق على مرشح توافقي. كمان رافضين أو رفضتوها يعني دغري هيك طلع التكتل من بعدها بساعتين؟ لا نحن ما ليه ما عم تلاقوهم بنص الطريق تتفاوضوا على القليلة؟ ما لقينا في طرح جديد أولا حتى نكون واضحين. يعني طرح يستحق التوقف عنده، منه جديد، لم يقدم جديد، بعدين لم يجيب على المشكلة الأساسية اللي هي عمليا يعني كيف هذا العملية، كيف بتحل اليوم عملية آلية انتخاب رئيس الجمهورية أو معايير انتخاب رئيس الجمهورية. بدك المسيحيين يكونوا بيأثروا، ماذا لو قعدوا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وتيار المرادة اللي هن أبرز ممثلين على الساحة المسيحية مع احترامنا للأفراد، وقالوا هتلا ننتخب رئيس جمهورية، لا أنا ولا أنت، حدا نحن ننقي اثنيناتنا، وين مشكلة؟ نحن فينا نتفق إحنا وياهم على آلية معينة هي تفرز. إذا أنا وياك مرشحين على زيت الموقع، في شيء بده يحسم العملية بيناتنا غير إنه نكب حال طلعت اثنيناتنا برات اللعبة.
مش دائما اليوم اللي عنده صفه تمثيليه لازم يدفع ثمن لانه عنده صفه تمثيليه. يعني انتم هلا شو عم تقولوا للمسيحيين؟ هذا النظام السياسي الحالي. النظام السياسي الحالي والاخرين شو عم بيجي يقولوا؟ عم بيشجعوا كل مسيحي انه لا يفوت بحزب ولا يفوت بتكتل ولا يكون عنده التزام ويكون من دون اي. لما لو قدر احمد عون جاب الاكثريه يا الا لا بدنا نقول استاذ الا بدنا نكتب لو قدر جاب يعني فوتوا مع الرئيس سعد الحريري توصفوها كنتوا المفاوضات بالايجابيه، بس لو قدر الرئيس سعد الحريري او كتله المستقبل مشيت بانتخاب لعماد عون كان فاز برئاسه الجمهوريه. يعني عمليا انتم عم تشتغلوا، طب ما فزتوا ما توفقتوا انه بتكفي الحياه ما فيك مش قصه بقى عم ترجع تحاوليها كانه بس موضوع شخص. لو العماد عون لحظه ما عنده الصفات التمثيليه تبعه كان عم تقوليه مزبوط. لا هو بحق له او غيره بحق له بس او غيره او غيره ب 14 اذار خيي دكتور جعجع هو بحق له اذا هو عم يعتبر عنده صفه تمثيليه عند الشارع ب 14 اذار عظيم او غيره او عند الافرقاء الاخرين. في اشخاص بحق لها، ما حدا عم بيقول ما بحق لها، هي بما تمثل على مستوى الشارع المسيحي ان تكون ان 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 تصل او لا. انا اللي بدي اجي اقوله ليش ما بدي احصرها باللي عندهم صفه تمثيليه، او ليش ما بدي اقول بدي امنع شيء، او ليش بدي سيستم صفه تمثيليه بعرف على كيف يكون بالمجلس النواب عندهم صفه تمثيليه بمجلس وزراء. الممارسه يا ست منى، الممارسه اللي عم تصير بالنظام السياسي الطائفي نحن عايشينه اليوم مع الطوائف الاخرى ما بيجي شيء اذا ما عنده صفه تمثيليه. انا بتحديك انت على المستوى الشخصي تقدر تعيني حاجب بالدوله اللبنانيه اذا ينتمي الى طائفه اخرى، حاجب مش رئيس جمهوريه بخلوك اذا بدون الحكومه تتعاطي بتعيين حدا؟ شو هالحكي هيدا؟ ما شوفوا شو عم نعيش بالبلد. ما فيهم يجوا اليوم على دور المسيحيه بدهم يعملوا لي مبادئ وقيم كبيره وبالممارسه تبعهم هي اكثر. هن عم بعينوا من طول انا بلعب يعني اللعبه كيف بدكم اياها، بنلعب لعبه فوق الكل، بنلعب لعبه فوق الكل بكل المواقع. بدكم تلعبوا لعبه على مستوى الطوائف، بدي العبها على مستوى الطائف بكل المواقع، هيك اللعبه بلبنان. اللي بدهم يقرروا، بتروحوا على العلمانيه بنروح على العلمانيه بس كلكم بتمارسوها، بتروحوا على الطائفيه بنروح على الطائفيه بس كلنا بنمارسها، قولوا شو بدكم، ما فيك تعمل استنسابيه. بس نوصل على المواقع المسيحيه بصيروا يا لطيف انه لا ما بصير كذا، بس هنيك ممنوع حدا يقرب، مش هيك السياسة. مش هيك بتندار اللعبه، هيدي مواضيع دقيقه حساسه في مين مش مقتنع بالنظريه اللي عم تقولها، ماشي مين مش مقتنع؟ انا بالنسبه لي هلا عم بسال سؤال برسم الكل بلبنان، ما بدي استثني حدا. كل الطوائف الاخرى بما فيهم المسيحيين اي نوع رئيس بدكم؟ انا اذا بدي اقبل ما يكون في رئيس من دون صفه تمثيليه بدي اعطيه صلاحيات، بدي اقول اجي رئيس فوق كل الكتل السياسيه ما له صفه تمثيليه على المستوى المسيحي، عم نعتبره هذا فوق المسيحيين مثل ما هو فوق المسلمين. عنده صفه تمثيليه او اذا كان ما عنده صفه تمثيليه كبيره خلينا نزيد له صلاحياته. خي هن عم يتحججوا انه هذا ما لازم يكون طرف او ما لازم يكون عنده صفه تمثيليه او غيره. ليه اذا هيك بدكم اياه؟ هم ما عم بيقولوا ما لازم، عم بيقولوا اذا بيفوز صحتين على قلبه، بس اذا ما فاز يعني مش على حاله. طيب اليوم احسري لي اللعبه انا احسري لي اللعبه بالمجلس يتفقوا ما يقبلوا معك المستقبل والاشتراكيه وامل وحزب الله وكل الكتل تقبل انه ننزل على المعركه وتكون محصوره بس بين الدكتور جعجع او العماد عون، بيقبلوا؟ بلكي طرحتوا ما بيقبلوا. انا بقول لك بعرف وبعرف هذا الموضوع انحكى، ما بيقبلوا ليه؟ ما في غيركم اضافه يعني اذا ما بيقبلوا ليه؟ لا ما بيقبلوا ليه؟ لانه عم برجع لا مش قصه قاري حلو، قاري حلو ما بينحط مع احترامي له. لا عم بقول مرشح ما في الا هالمرشحين زميل مع احترامي له، بس ما فينا نحطه بموقع تمثيل اللي عندهم ياه الاخرين. هدول ثلاثه مرشحين ما في غيرهم حتى هاللحظه. شو بدك هلا مش قصه ترشيحات اللي بيقدروا يحصرون ايه محصورين اوريدي. لا قصه خيي مش قصه اعلان ترشيح، هلا شو عم نضحك على حالنا احنا هذا اعلان ترشيح، مش هيك الموضوع، في موضوع اليوم مبدئي، إيه؟ كيف بدنا نتعاطى بهذا الاستحقاق من هلا ورايح؟ مين بنقي رئيس جمهوريه؟ كيف الطريقه لننقيه؟ مره لكل مرات ما نتفق على شيء، عملنا معركه بالزمنات حول موضوع قانون الانتخاب. نحن شعب غير مؤهل ينتخب رئيس جمهوريه، ليه؟ في دستور بيقول لك النواب، ليه انت عم شعب تطيح فيه؟ ليش الشعب مش مؤهل؟ لانه شعب طائفي مفروز محقون ما لانه النواب لا اسم الله حولهم يعني مش طائفيين، اسم الله حولهم شو علمانيين. ما هن على صورة الشعب. ما عم تشتغلوا على قانون انتخاب دليل انه القانون كمان مش صادق. اذا بيمشوا معنا بقانون انتخاب يخفف من الطائفية ويعزز عمليا، متى بنطرح قوانين انتخاب مثلا يعني ذات طابع نسبي ما بيقبلوا. طيب شو بدنا نعمل معهم؟ ما يقرروا شو بدهم، ما انت على كل الميلات مسكرين لك اياها. لا بيريحوكي بالتمثيل المسيحي النيابي، لا بيريحوكي بفترة من الفترات بإحدى الجلسات لانتخاب رئيس حضرتك صرحت قدام المجلس إنه خلينا نتفق على شخص يعني نتوافق على اسم الرئيس ونجي. هلا صارت شرط التيار إنه انتخاب الرئيس من الشعب، لا. حتى أنتم ما عارفين لا إنه لا. شو تعملوا نطرح حلول نحن نطلع من الأزمة.
بعدنا مش ضد التوافق على اسم شخص، ما انا ضده بس عم يتعذر. شو بنعمل اذا انا وياك حكينا ومستعدين نتوافق وما وصلنا لتوافق؟ طب ليه عم بزت الي لنحسم الجدل بيني وبينك؟ مزبوط، يمكن يترشح الوزير جبران باسيل اذا ما كان العماد. لا 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 مش ما كله هذا كله حكي. طيب صرنا عم نحكي عم طيب 14 أدار قامت قالت عنا غير مرشح دكتور جعجع، انتوا ما عم تقولوا شيء، يعني عم تطرحوا افكار او مخارج مثل ما حضرتك عم بتسميها، بس ما عم تجوا تقولوا طب خلينا نفتش على غير العماد عون بلكي يقبلوا فيه. مين عم بقول هيك؟ عم بقول انتم ما عم بتقولوا، يعني ما عم ليش ما بدي عم انا بدي شيء اقول؟ لانه ما انا اذا وصلت انا وياك لحيط مسدود الفريق الاخر ما راضي يصوت له. يا عمي اذا انا وصلت انا وياك لحيط مسدود ايه؟ تقدم تنازل. كيف ملاحظه شوي انا اثنيناتنا بنقدم. انت شو عم تقدمي اصلا؟ انت مش واصل لشيء حتى تقدمي. انا عم اقدم مرشح. اسمحي لي شوي. نحن شو عم بيصير؟ عم بيجي نحط ناس بمواقع موازيه لناس، هيدا بيكون عنده صفات معينه والتاني ما عنده اياها، وشو بيقولوا هو بتساوي مش هيك الصفات لكل العالم عظيم. فاذا خليني اقول لك شغله، انا عم بيجي اقول لك انا عم بتفق معك على جوهر المشكله. قبل ما اوصل لزبده الاسم، كيف انت طب انت اللي عم ترفض فلين وفليتين على اي اساس؟ وشو عم تطرحيه حتى تراعي فعلا هالاراده المسيحيه اللي عم بحكيك اياها؟ انا وصلت انا وياك على عدم اتفاق معه بالحكي، عم بيجي لك طيب عظيم انا وياك ما اتفقنا، طيب خلينا نحط اليه تحسم الجدل بيني وبينك، انا وياك مش رح نتفق. حتى الاليه اللي بنرجع فيها للناس ما بيقبلوها هن ما لا ليه ما بيقبلوها؟ لنكون واقعيين. ليه ما بيرجعوا للناس؟ خلي الناس تحسم بيني وبينك. مش رفضوها بالمطلق كل الخبراء وحتى منهم وزراء قالوا انه الفكره كويسه بس مش وقتها. عندهم راي سياسي، كيف مش وقتها يا ست؟ يا لا بدك تاهل المجتمع، انتخاب الرئيس من الشعب، يعني ليش منه مرات عم تتقلب مؤهل؟ هلا يمكن رح احكي عن انتخابات نيابيه، يمكن تتاخر لانه الوضع الامني ما بيسمح باجراء انتخابات نيابيه مثلا. الشعب اللبناني عنده بعتقد اكثر شعب مسيس بالعالم اذا بتحكي نسبيا، اكثر واحد فرعاري فلق مع الاعلام ومشكورين انتم، يعني كثر خيركم كل طيب. التفاصيل بيعطوا. خليني افسر لك شغله اليوم اذا انا بوضع ازمه كثير قويه مثل عم عيشها هلا، وصلت الى الحيط المسدود اللي احنا موجودين فيه. اوكي هيدا اذا وصل الى عمليه انه خلص نحن بمأزق بدنا حلول كبيره، إذا اليوم أنا عم بطرح حل، إيه تعديل دستوري؟ شو المشكلة؟ وإذا ما عدلت الدستور؟ أنت عدلت الدستور بحجج واهية قبل لا تمددي لأشخاص. البعض ويعني المشاكل انطرحت أول ما طرحتوا الفكرة. لك ليش عدلت الدستور؟ إنه يمكن العنصر المسلم بالبلد اللي هو عدديًا أكثر من المسيحي، نعم. البعض المسيحيين خايفين تنفضح القصة وهي أوريدي صارت معروفة. يوصل هو الرئيس، ساعتها ما بيكون المسيحي اللي وصله. كمان العنصر المسلم البلد العدد اكثر من العنصر المسلم يعني يشارك. انا اصلا ما شلت له حقه بانه يشارك ويرجع. انت عم تقول المسيحيين يوصلوه، مين بيقول لك بهاي الفرضيه يعني هن رح يوصلوه؟ بلا رح يوصلوا حدا ذات صفه تمثيليه عند المسيحيين. كيف تعرف؟ وقتها انا بقترح اليه باول دور المسيحيين باهله اثنين عندهم اكثر صفه تمثيليه. المسيحيين؟ ايه طبعا. او الشعب؟ لا الدوره نحن طارحين اقتراح بالدوره الاولى المسيحيين بس بنقوا مرشحين اكثر اثنين بيجوا عندهم هن بيتاهلوا للدوره الثانيه وهيدي كلها بيشاركوا فيها مسيحيين ومسلمين. حتى المسلمين لو رجحوا عم يرشحوا احد اكثر المسيحيين تمثيلا كان فلين او فليتين وساعتها حقهم، انا ما عم بمنعهم عن هالحق، هيدا حقهم، مش عم بقول ما يكون لهم رأي. انا عم بجي اقول بس بدكم تنقوه من ضمن المواصفات التمثيليه اللي عنده اياها، هي كل القصه. شو المشكله؟ انا اللي عم بقول اقوله انه شو المشكله؟ انه بيطغى ساعتها العدد عدد المناخبين المسلمين هن ساعتها بيختاروا يطغى ولكن يطغى ضمن مواصفات الرؤساء المرشحين المسيحيين الاكثر تمثيلا. يعني هلا يعني المرشحين هلأ منهم ظابطين. اسمحي لي شوي، لو انت هلا نزلتي على مجلس النواب وحصرت اللعبه بين الاكثر المسيحيين تمثيلا ما انت عم تفتش على الاكثر تمثيلا، نحن ما عم نفتش على الاكثر تمثيلا. انت ما بدك، انا هيك بدي، انا صراحه يعني مش انت مش انا 14 ادار ما عم تفتش على الاكثر تمثيلا، عم تفتش على شخص يملك مواصفات يكون رئيس جمهوريه. انا بدي الرئيس المسيحي في هذا النظام السياسي ان يكون للاراده المسيحيه راي كبير في ايصاله. انتهى الموضوع، هذا رايي، انت رايك تتنازل عن الحق اصطفلي، انت تتنازلي عنه، انا كمسيحي طالما هذا النظام الطائفي عم يتم التعامل فيه هيك انا لا اتنازل عن هذا الحق، حتى اكون انا حتى اكون عادل، حتى هذا النظام الطائفي ما يخلق مزيد من الطائفيه، بدك بقى ما بقى تحسسي بقى ولا حدا اليوم انه حقه في هذا النظام السياسي حدا تاني اكله. بس انتوا عم تناقضوا حالكم. مش يعني عم ناقض حالي، انا بكون عم بخدم العلمانيه اكثر منك. بكي مع طرحته القانون الارثوذكسي بترجع تطرح علماني بمحل تاني. عم بخدم العلماني اكثر،
لانه طالع بقانون ارثوذكسي رح تخدموا العلماني عمليا عم تخدم مصالحك. خليني اقول لك ليه عم بخدموا العلماني اكثر. لا عم تضحكوا على حالكم. 15 سنه ايام السوريه هون شو كانوا يخبروك؟ انصهار وطني، وحده وطنيه، وهن نازلين تهميش 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 بالمسيحيه حتى ادى الى كخوكوا طائفي اكثر واكثر. انت يا ست منى هيدي مثل رده فعل طبيعيه غريزيه عند الانسان وقتها بحس حاله بهويته. والطائفه هي جزء من هويتنا احنا طبعا. اذا انا حسيت حالي مستهدف بها بديماسيون بالبعد اللبناني تبعي، اذا شي بلد تاني عم يعتدي علي بغرب غريزتي لادافع عن بلدي. اذا حسيتي مستهدف عائلتي بحس بغريزتي لادافع عن عائلتي. اذا حسيت طائفي كله هيدا هيك بكره بمنطقه جغرافيا بحسه كمان بدافع عن منطقتهم. فاذا هيدا شيء طبيعي عند الانسان. هذا الانسان اذا حس حاله باحد ابعاده اللي هو حقه الطائفي من ضمن النظام الطائفي، حقه السياسي ماكول لانه قانون انتخابات بهمشه، ماكول لانه بنقوا عنه، ماكول لانه بموقع بيرجع له ضمن النظام السياسي كمان عم بنقوا عنه ما عم بخلوه. هيدا بيعمل رده فعل طائفيه. وقت انا بيجي بريحه يعني بحس حاله انه هو مرتاح ما حدا اكل له حقه وهو ليس مغبون في النظام الطائفي، انا بكون عم طلع له شوي شوي الطائفيه من راسه، بصير يفكر بشيء ثاني ما بفكر. هلا كلنا شو بنفكر؟ كيف بدنا نسترجع حقنا؟ كيف بدنا نرجع؟ بعدك عم تخلي الموضوع الطائفي يعني هلا لنحسم هذا الموضوع الاولويه. اذا انت بتريحي الكل كل واحد بيرجع بعيش ولو ضمن نظام طائفي موزع ولكن بشكل عادل، انت بتكوني تدريجيا عم تشيلي هالطائفيه والتقوقع من راس الناس ولو بشكل باللاوعي تبعهم. الاولويه هي هلا لتنفيذ هالتعديل الدستوري. طيب لماذا لم ينسحب الامر بمطالبه بتغيير قانون الانتخاب؟ انتوا شو رح نعملوا؟ لا لا رافعين هلا اليوم قبل بكره. انتم طالبين والكل بيطالب، بس عمليا اليوم رئيس بري من نهارين قدم ترشيحه، اكيد انتم حتقدموا ترشيحكم جمعه الجاي. والعماد عون ما عم بحكي عن حدا غريب، بيقول انا بين اجراء الانتخابات وفق قانون 60 وعدم اجراءها مع اجراء وفق قانون 60. إيه؟ ليه ما طلعتوا بمطلب انه تعديل او يعني اعطيتوا حالكم مهله انه نطلع بقانون انتخاب مثل ما عم بتطالبوا بتعديل الماده؟ بدي اسال هالسؤال للي مددوا هذيك السنه وقاموا وصاروا يسيدوا انه نحن مددنا بس لانه ما بنقبل نعمل انتخابات على القانون. شو عملوا بالقانون انتخاب من سنه لهلا؟ طب هن ما عم يعملوا، بس انا عم بسال بخي مش لحالنا، مش مين عطل عمليه تغيير قانون الانتخاب؟ اليوم مع دخلك مين قاطع الجلسه؟ وزير عم تحكي عن مقاطعه الجلسه. لا عم بحكي انه اليوم مين قاطع عمليه قانون الانتخاب؟ بدي تفهمني بس، اليوم ما عم ننتخب رئيس لان انتم هالكتله الوازنه اللي ما عم تنزلوا ومعكم حزب الله الحليف، قدمتوا فرضيه عم بتدافع عنها، ليه ما قدمتوا شيء بما خص قانون الانتخاب اللي ما عجبكم وما عجبنا صراحه؟ يعني ليه رايحين نعمل انتخابات على نفس القانون اللي ما منيح؟ ليه ما بعملتوا مبادره بتشبه رئاسه الجمهوريه؟ اللي عم بمدد لك على اساس القانون الممنيح، شو بيكون عم بمدد لك لمجلس ممنيح؟ يعني محليفكم حزب الله عم بمدد، يعني راضي بهالواقع؟ بمدد او ما مدد يستفيد، انا عم بحكي عن حالي عم بقول لك شغله. ما انا لا حليفي حزب الله قبلاني يغير قانون الانتخاب، يغيروا، ليش ما بيغيروا؟ مين قاطع جلسات قانون الانتخاب هذيك السنه؟ مين سحب من الجلسات؟ مش مكونات 14 اذار؟ مش مستقبل، مش الكتائب، مين سحب وقتها؟ هن انسحبوا من الجلسه. شفناكم كان في كثير جلسات، هن انسحبوا من الجلسه وقتها، وقتها قررنا القانون الارثوذكسي باللجان المشتركه وقطعوا جلسات الهيئه العامه، مين عم بقطعها؟ مش هن؟ دخلك ليش مش هلا هن قدروا يمددوا لحالهم؟ كيف؟ من دون الفريق الشيعي بالبلد قدروا يمددوا عظيم لحالهم. هو مشي معهم بهالموضوع لاسبابه، مش عم بحكي بس عن عمليه قانون انتخاب، مين عطله؟ ليش وقتها نسيوا العالم يمكن انه مين كان عم بيقاطع وبعده لهلا بقاطع عمليه تغيير قانون الانتخاب؟ حتترشح هيدي مثل الموضوع الشيء الرئاسي. طيب هلا رايحين شيء بمدد شيء بده يعمل الرئيس بري مصر على اجراء الانتخابات، في حكي بالكواليس انه التمديد ثلاثه. نحن بنحكي بالتكتل بس انه على الارجح نحن اكيد رايحين لتقديم ترشيحات بالمواعيد القانونيه. نحن بعده املنا انه يصير في انتخابات يفشل معهم التمديد. انت ضد التمديد هذه؟ طبعا نحن ضد التمديد هذيك المره وهالمره راح نكون ضد. شيء طبيعي. ولو انه الوضع بيسمح ما بيسمح، لو انه ما في رئيس جمهوريه بتطير الحكومه مين بده يعمل استشارات؟ كل هاي القصه يعني اخذينا بعين الاعتبار. خلينا نقول اذا عم ننظر للانتخابات النيابيه كحل، كمدخل لحل هالمشكله، شو بيكون؟ ساعتها بنجي بنقول نحن مسبقا كل الكتل السياسيه بتقبل انه الواقع الذي سينتج عن تلك الانتخابات النيابيه يكون حاسم فيما يخص موضوع رئاسه الجمهوريه. ساعتها بتكوني انت ضامنه عمليا انه بعد الانتخابات النيابيه رح فيك تنتخبي رئيس جمهوريه. نائب ألعون شكرا لحضورك معنا. مشاهدينا شكرا للمتابعة، تابعوا دائما. خلص الوقت، تابعوا أخبار MTV على تويتر وفيسبوك وعلى الموقع الإلكتروني. إلى اللقاء.